هروح للحاله الثانيه. هنا انا يا ريت تكون عندي صوره، ولكن طبعا للاسف احنا مش معانا الصوره، ولكن انا هنا بتكلم في لعبه محمد شريف. انا كلاعب نجحت في لعب الكره كابتن ايمن، تمام؟ لما انجح في لعب الكره ودخلت بيها، طبعا هو حتى لو انا على الخط، هذا الخط من ضمن المناطق المحيطه به، الخط المخالفه تبقى على الخط، تبقى ركله جزاء. هنا شايف هنا الايد، الاعاقه موجوده بالايد، والاعاقه موجوده كمان بالرجل هنا الشمال، بتمنع محمد شريف ان هو يعدي. شايف ان هنا في الدقيقه 2 كان هناك ركله جزاء صحيحه ايضا لم تحتسب لي محمد شريف. وهنا حتى لو كان في فار، وللاسف الشديد ما فيش فار، كان هيجيب الحكم وكان هيرجع يحسب ركله الجزاء. دي حاله اللي هي في الدقيقه 2.